further objections? If yes, we're very likely to feel answer in both transmitters TV and 2, and then 0 if our antenna transmitters can be yes. We have a configuration that TV has an EO sensor plus EO reflector, 7 EO TV. The next unit is very key. It is a very key in HOVA H1 and Z0. It was simply like an EO distance minus EO reflect by the EO to the EY. Then, of course, the same next to transmitted magnetic field, VDN2, the HOVA bar and the EO T are limited. If an estimate two equations going out, it's highly continuous to have tangential electric magnetic. And in those two equations, I can write it. For the long term, the whole test and that way of the truth, reflect the way of the truth, the transfer to the way of the truth. Now, get up to the ratio, R of the ratio. Being a reflected field and the truth, the less than field and the truth. Because they have this transmitter, you will be able to tell you about it.
فعندي الفاولي وتيجي الاثنين لازم يبقى كونتينوس ان تيرمز اوف ايه ديسيشن يعني تمام. التو ايكويشن دول اقدر اكسول فور جاما اند تيرم يعني مثلا رقم كده لو طرحت دي من دي يطلع لي ايه فلازم الـ numerator هيبقى أقل من الـ integrate، فلو توقع الجامعة دي
اقل من 1 تمام؟ بس ممكن تبقى ايه؟ نيجاتيف. حسب بقى اذا كان ايه؟ يعني هي كماجنتيود دايما المودلس بتاع الجامعة لازم اقل من دي. تمام؟ معنى كده ان الريفلكتد ويف بغض النظر عن الاشاره بتاعت الشيء اللي هو كده بس هي كماجنتيود لازم اقل من النيجاتيف. ليه؟ لان في جزء ترانسميتر بالظبط. ده اللي هيبان لي عليه كويس. اتفضل يا حبيبي. تمام؟ لو جيت اكتب الويف ميديا 1 اقدر اقول ان هي في مجموعه 2 ويفز زي ما قلنا الاسن اكتب كتير بلس الكلاسيك اللي اكتب كتير اقدر اكتب في 1 هذا الشكل في متأثر في تمانية وعشرين في تمان بس قامة اللي هي لما تاخد دوا كومن في متأثر ده كومن انت قايل هنا واحد على الريشيو اللي هي باي ديفينيشن قلنا عبارة عن ايه؟ قامة يبقى دي واحد زي ايه؟ او في تمانية وعشرين في تمان زد بس قامة في تمانية وعشرين في تمان زد. طيب واضح كده ان عندي في اثنين فاينلينج واي واحدة في فورورد دايركشن واحدة في نيجاتيف دايركشن. المشكلة إن كل واحدة الأمبليتيود مختلفة. لو تفتكروا في حالة لما كان عندي ريفلكشن من كوندكتنج فاولي كان الاثنين نفس الأمبليتيود. تمام؟ فإدت لي بيور ستاندينج ويف، يعني كان التو ترافلينج ويف فورورد وباكورد نفس الأمبليتيود بالظبط، فإدت لي بيور ستاندينج ويف. هنا واضح إن الجامعة قلنا حاجة كده أقل من واحد، مش عارف بالظبط كام، ممكن نص تلت حسب إيه؟ ظروف الريفلكشن. في الآخر الاثنين دول مش هيدي بيور ستاندنج ويف. أمال هيدي إيه؟ عشان أفهم الكومبينيشن بين الفورورد والباكورد ويف دي جيت هجمع على الترم الأولاني الجامعة هيت دومينا شريط زد وأطرحه بس إيه؟ الطرح بتاعه أخده مع الترم الثاني فأنا ما عرفتش حاجة. مجرد الترم اللي هو الجامعة هيت دومينا شريط زد طرحته من هنا يعني ما عملتش أي حاجة. تمام؟ هيبقى عندي في الأول هنا الترم اللي هو الترابلينج دوت تاني وامبليتيود واحد زائد قامة اللي هي طلعناها اللي هي تاو او كونسيوشن والترم التاني ده بقى هيبقى ده عندي عباره عن ايه؟ 2 جي ساين تمام؟ 2 جي قامة ساين دي كمان صفر شبه الايه؟ الترم اللي طلع لي لما كان في ريفلكشن من درجه كونتاكت فعندي دلوقتي كومبينيشن بين حاجتين ترافلينج واي وستاندنج واي تمام؟ لو جيت اشوف الفانكشن في التايم الاكسبريشن بتاعي في دوت ممكن اديهم مفروض في التايم ازاي؟ فالجامعة ماينس 1
tells us zero. If the A بس A is tangent. إذا إحنا لو الجامعة بزيرو يعني معنى إحنا مفيش ريفليكشن الجزء الثاني ده هيبقى زيرو ويبقى كل الويت بتاعه اللي هي 1 وكلها هي رقم ايه؟ بقول لك الجامعة ده اللي هي ريشيو غير ريفليكتور لازم حالة لو كان عندي ريفليكشن من فاسد في الضغط كان E of R في الميديم 1 E of R مش كان غير مش شايف ماينس؟ ماينس يعني اني جاما دي كان ماينس 1 ماينس 1 دي اللي هتديني التاو كان زيرو عشان انا ما فيش ده قالي بس هنا ايه؟ ستاندنج ويز تمام؟ كذلك الاكستريم ده اكتر اكستريم افرض ان الجاما زيرو وما اعرفش ما فيش باوند يبقى عندك ايه؟ تاو واحد عندك يعني في حتة معينة هيبقى الماكسيمم امبليتيود اوسيليشن كبير وفي حتة تانية هيبقى الماكسيمم امبليتيود اوسيليشن صغير فعايزين نجيب الأماكن اللي فيها الماكسيمم امبليتيود اوسيليشن والأماكن اللي فيها مينيمم امبليتيود اوسيليشن طيب نرجع تاني نفس الاكسبريشن بتاع الفيلد في ميديوم 1 اللي هو قلنا برايت جال اكس فيبقى كفيلتر ريبريزنتيشن هي في نوت اي كيف ضمن الجي بتاع 1 زد 1 زائد جاما إيه في جي 2 بيتا 1 إيه ده كده كمية كومبلكس أنت أي كمية كومبلكس أي كامل تقول إيه مثلا تساوي إيه إيه في إيه في جي 5 إيه الفيز الأول تقدر تقول إن هو عبارة عن إيه كوزاين أوميجا تي بلس اس واي دي صح؟ واضح ان الامبليتيود بتاع الفيز هنا هو الامبليتيود بتاع الاوسيليشن اللي بتتكلم عنه صح؟ يعني كانك عندك سايكويد في الامبليتيود ده طيب يبقى انت عندك هنا الفيز ده هو في اتجاه الاكس سيبك من الوحدات اللي هو في اتجاه الاكس الامبليتيود بتاعه هيبقى الامبليتيود بتاع الكلمه اللي على اليمين ده كله يعني الامبليتيود بتاع الـ 1 يبقى ايه؟ E نوت I الامبليتيود بتاعه مضروب في الامبليتيود بتاع واحد زائد جاما فيت J 2 فيتا 1 E Z واضح الامبليتيود ده هو الفانكشن في ايه؟ في Z كده؟ حاجة لما تيجي تفتح الجامعة
الامر كومبلكس بلين هو عباره عن مولكيول وانجل الانجل اللي هي دي بقى دايمنشن بيكر دي فهي لوكال كده بدل الايه فيكتور ده ويبقى مجموع الاثنين هو الفيكتور ده اللوكال الفيزيك هو ده التوتال فيكتور اللي هو واحد زائد دراما مش كده؟ اقصى قيمه ليه تبقى امتى؟ عند الزد اللي تبقى سبيكتر فيزيك ده الاين او رايد وان وفي نفس الاتجاه واصغر قيمه لما يبقى الاين بس عكس الاتجاه لما يبقى الاين في نفس الاتجاه حسب بقى لو الجامعة عندي بوستر اللي هي الحالة الأولانية اللي هي كورسبوندنج ايه جامعة بوستر؟ إن ايتا 2 أكبر من ايتا 1 كده؟ ده بيخليه جامعة ريفليكشن كوفيشن ده ايه؟ اللي هي اوفر لازم ايتا 2 أكبر من ايتا 1 ساعتها هيبقى عندي أماكن الماكسيمم بتتحدد امتى؟ أو ازاي؟ اللي هي زد بوزيشنز اللي بتخليه الفيس ده ممكن يبقى ايه؟ واحد ساعتها لازم الفيز اللي هو الاماكن الماكسيمم
This is the one. Set minimum. Set or multiply 2n plus 1 point. When they want to have a rather than a pm minus y minus t because of from the value negative to the z minimum, and they have had a b delta between n plus y ala or bar. And here the main is an hour minus 1 t minus lambda or bar. Or minus the letter on the other part. Okay? Minus comes on the other part. So, very, and the amplitude in a maximum. You hit a maximum. You come to T note S to right, Z, it's gamma. Whenever and not with quarter, or no, not with quarter lambda of one, or quarter of lambda, right? That minimum will amplitude tell about an inward instant quarter mass problem. And then the amplitude in between that with one, okay? That max of the group, we're in a minimum. We in between a phase and a certain variation delay, and we put together. اللي هو الاحمر
فالويف مع التايم بتتغير تحت الانبر الاحمر. تمام؟ تحس انها في لحظه ممكن تبقى كده مثلا، لحظه ثانيه ممكن تبقى جايبه دي كده، لحظه ثالثه ممكن تبقى جايبه حاجه من بين وهكذا، بس دايما تسريب جوه الانبر مش تعديه، يعني عمرك ما تبقى يوصل ايه للقيمه هنا. لان ده يمثل الماكسيموم بتاع المكان ده هو الكلام. جبناها هي يمكن لو عرضنا الكاري عرضت انيميشن كده ترسم نفس ال الويف فورم ده مع التايم كمان نوع من الانيميشن، هتلاقي ان انت عندك الانيميشن هيبقى لك اللي هو السيجنال اللي هي الاسود دي بتموف فورورد او بارشلي طبعا بتموف فورورد اللي هي الترم ده، وعليها ترم تاني اللي هو ده اللي عامل الاوسيليشن اللي هي اللي انت شايفها دي اللي هي الاحمر اللي هو ده الريفليكشن صح؟ ده الاحمر ده الانفلوب بتاع التوتال فيلد اللي تحت الاسود ده الاستراتيجي فيلد بقى الاحمر ولا ده؟ هو عشان اجيب الانفلوب دايما بتعمل انفلوب بالاحمر حتى في الشوت ديليشن بتاع الريفليكشن. انفلوب اللي هو بيبقى عندك سيجنال صغير حاجه اللي خارجيه فده الانبر، يعني ده كان ده الويف موجوده بامبليتيود هنا وامبليتيود هنا وامبليتيود هنا مختلف، يعني كان اختلاف الاوسيليشن امبليتيود مع الزد بس. انا ما جبتش الجزء من انا جبت النقط دي، انا جبت النقط بتاع المينيموم والماكسيموم والاثنين كده وصلتهم بكام؟ بالنسبه للجاما بص بالظبط ما هو لما يجي في السليب بقى يبقى كان الفيلد في السليب الامبليتيود ده يعني ايه؟ يعني الفيلد في لحظه بتبقى الفاليو دي وعندي رؤيه دي هاف بعد مثلا هاف سايكل ايه الفاليو زيها بس هنا تمام، وهكذا برضه السليب ما بين الرينج ده زي كده السليب ايه؟ الساعه والاسبوع السليب كده ايه؟ المفروض ده ايه؟ الجزء الاول الانفريشن اللي هي لما تيجي تشوفها بقى مع لو ترسمها في نقطه في التايم هتشوف حاجه كده انكابسوليتد او جوه تحت الكيرف الاحمر وهتتحرك في نقطه زد دايركشن، بس هتلاقي انها كل مره بيتغير الامبليتيود حسب ايه المكان، لو جت فيدباك هنا يعني بس دي لا كده الاي 1 2 difference is
هياش كنسلت يعني امبليتيود. يعني ايه امبليتيود؟ يعني لما تاخد الامبليتيود ده تضرب في الساين ويزيد يديك الفاريشن بقى. ساين وكوزاين في كلمه فيز مش داخل معايا مش واخد الاعتبار عشان كده مش راجع اكتبه. يعني في كلمه فيز بس انا مش فاهم يعني الفيز بتاعي معاك كده يعني عشان اجيب الفيز بتاع الكومبلكس نمبر ده النظام مش لطيف بس يعني مش شاكل لي حاجه. يعني فانا مهتم بس بالامبليتيود بتاعه عشان الامبليتيود بتاعه ليه ماكسيموم 100 بيتحدد حسب الايه؟ الزد. وقت اني اخر زد هشوف الامبليتيود. يعني ايه هشوف ساين زد فاريشن ساين او كوزاين بلس فاي ساين ويتي او كوزاين ويتي بلس فاي وبالامبليتيود اللي هو يعني ماكسيموم فاليو في زي كده دي انا بقسمها الديفرنت تايم يعني مثلا دعم تي 1 ودعم تي 2 مثلا ما بينهم ممكن تلاقي واحده تبدا مش الحمراء هي عشان ايه؟ مش الحمراء هي الماجنتيك الحمراء بتجي عند المكان ده تمام اكبر من ايتا 2 اكبر من ايتا 1
الاول لما الفيس بتاع الفيرم ده يبقى اول مانث ريكوايرد يعني دي ماينس يقول لما ده يبقى اول مانث ريكوايرد يعني ده شويه ماينس مع ماينس دي بقى ايه؟ 1 بس فبيكون صح فيدي ايه ماكس تمام؟ الحين اللي هيحصل انت لما الفيس بتاع الاكسبريشن ده اللي هو 2 بيتا 1 زد يساوي ايه؟ انتجر مالتي اوف ايه؟ 2 بار ساعتها ده هيبقى 1 يبقى ايه ده 1 ايه؟ ناقص الايه؟ ده 2 باري بتاع الجامعه اللي هو نيجاتيف ساعتها ده هيبقى مين؟ هلاقي ان انا الماكسيمم بتحصل عندي اود مالتي اوف نمبر 4 والمينيمم بتحصل عندي انتجر نمبر اوف نمبر اوفر 1 اوفر 2 طب ده 1 تمام؟ جميع الاحوال كانت تستنى جود ريشيو هي 1 زائد الاصول الباقي بتاع الجامعه على 1 دكتور لو بس في الحاله الثانيه هتلاقي ايه؟ يعني الحاله الثانيه لو جاما اقل من 1 اقل من 0 هلاقي ان دي بقت مينيموم ودي بقت ماكسيموم هلاقي كام جروب بتاعي عكس يوصل لماكسيم حسب الفايل دي بالظبط
ديزاين توصل لميم او ماكسيم لحد كده. بس في الاخر لما الفيل دوت حسيت ان ايه هي البروزنس. انا ما بتكلمش على سرعه، ما اعرفش يعني الناس السرعه ما اعرفش التسليم خالص. اولا الكابلنج ويف اللي عندي هيبقى عندي كابلنج ويف ماشيه في السبيد بتاع الاس ال ويف اللي هي اوميجا على بيتا 1 تمام. فدي السبيد بتاع الكابلنج ويف زيها زي اللي جاي ده مع الجزء الثاني ويف مش هيغير حاجه من الجزء الكابلنج ويف ستيل السبيد بتاع اوميجا على بيتا 1. لان انت انا اخدت ده معاك، اخدت ده معاك. ما ده ستاندرد هو ماشي، ده ستاندرد صح. النظره دي يبقى دي الانفورميشن اللي هتوصل لمين؟ طرف مين؟ بس لو جيت اكتب ده وجيت اكتب السايسويد اللي فوق ده كده اعرف اجيب كده ولا لا؟ اقدر اكسباند الساين واعمل فيه كوساين وساين واقدر اجمعهم مع بعض يبقى في غالب في بلس تيرم هيبقى داخل في كل العك اللي فاضي هنا الفيس تمام؟ هيخش معايا كده. ما اقدرش اتكلم على دي كبلوس بتاعتها لانها لو في بتاعها بتغير. يعني في البرزنتيشن ده دي سايسول سيجا بس الفيو بتاعها بتغير مع السيجا. بس دي بيتغير هو دي اللي هي اوميجا على بيتا 1. يعني الفيس بلوس بتاع الويف بتاع الدرافينج ويف اوميجا على بيتا 1. ليه؟ لان انا بتكلم على الطرف الجيب لازم الحدود بتاعها يبقى ثابت. هي اللي هتكمل معايا الطرف الجيب. تمام؟ انما الستاند جيب اللي فيه معايير ممكن اكتبها بهذا الشكل. ما اقدرش اتكلم على بتاع اتكلم على السبيد بتاعي. ما ينفعش لان ده الحدود ده هو اللي مهواش كونستنت. الحدود ده مهواش كونستنت. يعني في دكتور مش هقدر اتكلم على حاجه بس الطرف الجيب نفسها هي بالظبط. فدي ستاند ويف ريشيو بقى جنرالي هو واحد ازاي في الفيلد على واحد ماينس افرض الميديا دوت كان عندي في لغه الميديا رقم اثنين مثلا ايه اللي هيختلف؟ اللي هيختلف بس ان الجاما هتبقى كميه كومبلكس. يعني الجاما قلنا عباره عن بيتا اثنين ماينس بيتا 1 على بيتا اثنين بس بيتا 1. لو بيتا اثنين كميه كومبلكس ده هيفولو اب من الجاما كميه كومبلكس. بس ستيل الفاليو بتاع الجاما اللي هو دي حاجه هيبقى في فيزيو الجاما هيبقى في فيزيو الجاما. معنى كده ان الاماكن اللي بيكتب الماكس اللي كنت بتكلم عنها هنا شكل تمام. بس ستيل ستاندرد ويف ريشيو هيبقى برضه نفس الاكسبريشن اللي انا بقول عليه تحت كده. ميديم رقم واحد يبقى ستاندرد ويف ريشيو يبقى واحد زي الميديم الجاما على واحد نفس الميديم الجاما. حتى لو ميديم اثنين دوت كان نص كيلو. ماشي؟ طيب. تعالى نشوف مثال على كده بيكتب لنا حاجه اسمها الباور. انا دلوقتي كنت ماسك على البوينت والفيكتور عامل ازاي؟ نعم. لانها مجموعه لتو جي ويز، واحده في الفورورد وواحده في الباك. التسميه بتاعتها ما اعرفش اسميها، بس هي سميشن للبين ويز، فورورد زد وميك زد. فتديك ويف، كومبينيشن ده يديك ويف، لو انت ممكن تكتبها كده وتديك كده. كتبتها كده تفهمك تفصل كابلنج عن الثاني. كتبتها هنا كده تقدر تشوف امبليتيود اوف اوسيليشن قد ايه زد. الاثنين هما زي بعض. Transverse, uniformity, the S, the C, the form, the name, the
zero x one. زد سينسويدل اللي هي تراكنج ويف لازم توصيف اي تي ماينس زد خلاص. زد ده اكشن فاستي فايبريشن لازم يبقى اكشن. انما الانفورمت الانفورمت الفاستيات السكيل فورم بلاي ويف الانفورمت ذا ترانسفيرس دايركشن اللي هو الاكسواي ترانسفيرس بلاي. فهو الانفورم بتسميها الانفورم بلاي ويف. لو هو يعني الانفورم دي حالات تظهر بقى في حاله ترانسفيرشن لاين هي المفروض ما تفضلش في ام وي يعني مجموعه اثنين قلنا سميناها اي وي او تي ام وي في الحاله دي اي وي او تي ام وي في المرشح الثاني سميناها تي اي او اي اتش وي بس ما يقدرش يفهم في نفس الاوبشن اوف بالنسبه لـ medium 1 بس medium 2 ستيل الويب فيه جين تراكنج ويب لان هو عندي ويب واحده اللي هو تاو اي نون اسر وتراكنج في بوست سيت دايركشن فما اختلفش مفيش خلاف عليه يعني في medium 2 كنا كاتبين شويه من السلايدز المشكله كلها في فيديو 1 عشان سوبر بوزيشن 2 ويفز وما هماش توتالي ان هي توتال ستاندنج ويف بارشل ستاندنج بارشل كار هي دي عامله ايه؟ هو دلوقتي الماجنتيود اللي هو بتاع دي واحد زي ده تمام؟ انا ما اعرفش بتاع دي هناك ولا يعني انا الشكل ده هو الشكل اللي بيكون خلاص ده هو اللي هو اه هو انا بقى قدرت اجيب الماجنتيود ده اجيب ده I don't know.
في لسه الموضوع ده عامل قلق. طيب لو جيت انا هنا في السؤال ده هو سؤال عايز اشوف بالنسبه للريكويست ويت اللي عندي عايز اشوف الباور يعني عندي 2 مليون ونفس الريكويست ونفس الاكسبريشن بس هو كل الجديد ان هو عايز الـ expression for the time average power density in both media اللي هو media 1 و media 2 تمام؟ نقارنهم ببعض ونقول ان هما يساووا بعض فالـ both media عشان اجيب في media 1 و media 2 اجيب الـ total electric field في media 1 و total electric field في media 1 اطلع لي كده على الـ total electric field في media 1 سيبيزر طبعا ايه ولا ايه
ده لازم يحصل الكلام ده. تعالى نشوف جاما وبتاع ونعمل الجاما. نجيب لك جاما بكام يا صلاح؟ عشان البوينتنج فيكتور لازم الافرج بوينتنج فيكتور يبقى كونتينوس. يعني لما الاثنين يبدلوا يعني دي دايما الكونفرجنس بتاع الافرج بوينتنج فيكتور لازم يساوي اي سي طالما ما عنديش شورت باور في الحته دي. يعني هنا الباور اللي جاي من الشمال تكمل في حضرتك قصدك ان الباور ده ناقص الباور ده يكون صفر يعني الباور اللي ماشي هنا ناقص الباور اللي ماشي هنا يكون صفر. كونتينيوتي اللي هي الشهر الارج كونسبشن معرفش خدت البوينت كتير ولا لا؟ هو ده عشان بيرفكت بالك عشان بيرفكت بالظبط ده لو بيرفكت هي حصل ممكن يعني اسالك ونشوف دلوقتي خلي الفيجنز يشوف لو مش فاكر ايه اللي هيحصل الدنيا خالص. لان الجامعه مش هتبقى الفيجنز مش هتبقى الدنيا مش هتبقى الدنيا في طريقة تانية سهلة بتتكلم عنها برضه المرة الجاية اللي هي بتعمل ايه؟